بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد تحدثنا قبل أسابيع وما زلنا في موضوع مهم نحتاجه في كل لحظة وحين، ألا وهو موضوع ذكر الله عز وجل والصلة به جل وعلا من خلال تلك الأذكار التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا وكافيا من خلال الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخليق بالمسلم أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لربه جل وعلا، وأن لا يحدث أذكارا من عندياته أو من شيخه أو من قطبه أو من وتده يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويلغي بذلك الأذكار الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى في المكتبات الإسلامية شرقا وغربا الكثير من الكتب التي تهتم بتهذيب النفوس وتزكيتها، هي بعيدة كل البعد عن المنهج النبوي في التقويم والإصلاح والذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد مجالس الذكر مع أصحابه ولأصحابه، وكان يحثهم عليه الصلاة والسلام على ذكر الله جل وعلا، وكان يأمرهم بالاستغفار، وكان هو من المستغفرين عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما كما قال أهل العلم بإجماع أن الصغائر واردة على الأنبياء والمرسلين، أما الكبائر فممنوع، وهذا من عصمة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بربه جل وعلا وصلته بمولاه جل وعلا، كان حتى الشيء اليسير كان يعده النبي صلى الله عليه وسلم تقصيرا أو خطيئة، فيستغفر الله سبحانه وتعالى منه. نحن نعلم أننا ندخل في الصلاة، وصلينا صلاة الفجر هنا بفضل من الله عز وجل، علما أن العدد جد يسير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العزائم قد خارت، همم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم همم عالية، لأنهم تربوا على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى عدم التقديم بين يدي الله تبارك وتعالى وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من ذلك الحديث الصحيح في حجة الوداع، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أوليس يوم النحر؟ فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما أرادوا أن يتقدموا بالجواب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أنه يوم النحر، ولكن قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسميه بغير اسمه، أو لعل النبي عليه الصلاة والسلام سيسميه اسما آخر. فلما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وهم يعلمون أنه يوم النحر. أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهكذا دواليك. فهذه الكلمة الجميلة التي كانت عنوان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يضعونها أمامهم نبراسهم رضوان الله تعالى عليهم. وفرق شاسع وبون كبير بيننا وبين ذلك الرعيل، اللهم إلا ما نردده في دروسنا ومواعظنا وخطبنا بأننا على هديهم. نرجو الله عز وجل أن نكون كذلك، وإن كانت المسافة بيننا وبينهم كبيرة،
لا من خلال القلوب، ولا من خلال المواقف، ولا من خلال حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وعدم تقديمهم لأنفسهم بين يدي رسول الله عليه وسلم فضلاً عن أولادهم أو أموالهم أو والديهم. فنحن ما زلنا نتربص بأمور دنيوية لا نستطيع أن نتخلى عنها، ولهذا عجزنا اليوم وقصرنا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر سنته، بل والدعوة إلى توحيد رب العالمين التي باتت دعوة غريبة في بلاد الإسلام اليوم، إلا من رحم الله عز وجل من خلال بعض المؤمنين الصادقين الموحدين من الدعاة الذين يزأرون بهذه الدعوة، بدعوة التوحيد، ويبينون للناس الغاية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجلها. فالصحابة هممهم كانت عالية، ولا يمكن إطلاقا، فضلا أن نقارن أنفسنا بهم، أن نتقدمهم إطلاقا، لأن منزلة الصحبة لا تعدلها صحبة، وكما قال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه نفوس تربت على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نفوس ما كانت تقدم بين يدي الله ورسوله، كما قال ابن عيينة: الميزان الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الميزان الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، به توزن الأقوال وبه توزن الأفعال. بما؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالمشايخ ولا بالحزبية الضيقة، نعم، ولا بالتنطع ولا بالغلو، وإنما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الشرعي، كما أنه لا معبود إلا الله، ونقول دائما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فكذلك لا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، وكل خير في اتباعه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة ما كانوا يتقدمون بين يديه، وكان يقول أحدهم: الله ورسوله أعلم، وهو يعلم الجواب سلفا، يعلم الجواب سلفا، يوم النحر يعلمون أنه يوم النحر ونحروا هديهم، ولكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قالوا؟ الله ورسوله أعلم. قالوا: لعله يريد أن يسميه بغير اسمه، لعله يريد أن يسميه بغير اسمه. فالصحابة كانوا يعظمون يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كان يعد ما ليس بذنب ذنبا ويستغفر منه. نحن الآن دخلنا في صلاة الفجر، صلينا الفجر، سلمنا، انصرف معظمنا، بقي القليل. المهم، هل أدرك كل واحد منا أجر صلاة الفجر كاملا؟ الجواب لا، وليس هذا من باب الضرب بالغيب ولا الرجم بالغيب، وإنما هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدخل في الصلاة ما يأخذ منها إلا، اسمع، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، يعني ربما يعني أفضل واحد فينا ممكن يأخذ ثلث أو ثلثين أو ثلاث أربع، وذلك بحسب ما قام في نفس العبد من تعظيم الله تبارك وتعالى. ونكون صادقين مع أنفسنا، بعضنا يصلي وعقله خارج المسجد، بعضنا يصلي ويفكر في سفرته أو في مشروعه أو في أولاده أو في ما على ماذا سيفطر اليوم أو أين سيذهب أو أين سيقضي يعني هذا اليوم، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان المسلم داخل الصلاة. والشيطان يأتي ليلبس على المسلم صلاته، كما ورد في الحديث الصحيح، حديث عثمان بن أبي العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أن الشيطان يأتي إليه في الصلاة فيلبس عليه صلاته فيحول بينه وبين صلاته. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا سبيل للشيطان إليه، والدليل على ذلك أنه كان يصلي فجاء هذا الشيطان يريد أن يشوش على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يوسوس له، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، فقال: لولا دعوة أخي سليمان لربطته في المسجد حتى يراه يعني أطفال المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستغفر الله عز وجل، نعم، حينما يغان على قلبه، يعني يغان يعني مثل يعني سحابة هكذا تمر يعني خفيفة. وكان لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، نحن الآن معظمنا يقع في الذنب،
بل لا أقول الكبيرة، الصغيرة، ونادرا ما يستغفر الله منها. أنا لا أقول الآن يعني الصغيرة، الكبيرة. وحينما قال أهل العلم التوبة واجبة من كل ذنب، هنا قسم أهل العلم يعني التوبة والاستغفار، متى يكون مندوبا، متى يكون واجبا، متى يكون مكروها، ومتى يكون محرما. إذن فالعلماء الحمد لله استغرقوا ببحوثهم كل هذه يعني المسائل، وقتلوها بحتا كما يقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل يعني. ونحن إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا أنه إذا خرج من المرحاض قال غفرانك، لأن هذا المكان الذي دخله عليه الصلاة والسلام يعني إذا خرج من الخلاء، وليس المراد يعني المرحاض كما هو المرحاض في هذه الأزمنة المتأخرة يعني داخل البنيان، أو كما يغالي بعضهم يعني حتى أماكن قضاء الحاجة مرصعة بالذهب وبالفضة وبكذا وكذا كما في بعض المجالس، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذا إسراف والإنسان سيسأل عنه بين يدي رب العزة والجلال، لأن أطفال المسلمين وفقراء المسلمين وأيتام المسلمين وأرامل المسلمين هم بحاجة إلى هذا المال الذي يوضع في الزينة، الذي يوضع في الزينة. لما قيل لعمر ألا تكسو الكعبة بالحرير، قال حتى يشبع أطفال المسلمين، حتى يشبع أطفال المسلمين. هنا لما كان الخلافة يتولاها الرجال، لأن الرجولة وصف من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين، من المؤمنين رجال، وقد تكون بيانية وقد تكون تبعيضية كما هو معلوم في لغة العرب، رجال. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل يعني من كل ما يشعر أنه عليه الصلاة والسلام ذنب أو تقصير. الآن إحنا دخلنا في صلاة الفجر، سلم الإمام، رددنا إن كنا على دراية بالسنة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذه الكلمات الثلاث نعم هي سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة لما قد يكون قد حصل في صلاتنا من تقصير. وقد يقول قائل وأين التقصير وأنا قد أديتها تماما، أديتها ركعتين؟ التقصير قد يكون في قلبك، غفلة، أنت تصلي وقلبك غافل ولاهن، هذه أعظم غفلة، هذا أعظم تقصير. أما من ناحية الحركات فقد أديتها قياما وركوعا ورفعا بعد الركوع، ثم سجودا وجلسة بين السجدتين، ثم يعني الحمد لله جلسة الاستراحة، ثم القيام، ثم بعد ذلك فعلت مثل ما فعلت في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك السلام. فمن ناحية المبنى فلا شيء عليها، لكن من ناحية المعنى، هل حصلنا الخشوع داخل الصلاة؟ هل خشعنا في صلاتنا؟ لهذا الإسلام لم يأتي بالأمر في الصلاة بالصلاة مجردا، وإنما جاء بالأمر بإقامة الصلاة. أقيم الصلاة، أقم الصلاة، الصلاة على وقتها، كما ورد في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، وهكذا ذلك. إذن إقامة الصلاة بمعنى تحصيل الخشوع فيها، وهذا الخشوع لا يتأتى من فراغ، لابد من مقدمات بين يديه، وهذه المقدمات لا تكون يعني قبل يعني الصلاة بدقائق أو بدقيقة أو بلحظات، لا، وإنما تكون في حياتك. إذا أردت الخشوع لابد أن حياتك أن تكون دائما يعني معبدة لله تبارك وتعالى، لأن أنت عبد مربوب لله عز وجل. فإذا عبدت نفسك لله عز وجل خشعت في كل شيء، في صلاتك، في صيامك، في دعائك، في ذكرك، في كل أمر تأتي إليه من أنواع العبادات الكثيرة الحمد لله والمختلفة. حتى إذا عجزت عن هذه العبادة افعل هذه، لكن نحن عطلنا أسهل عبادة، عطلناها، أسهل عبادة، لا توجد عبادة سهلة بفضل من الله عز وجل مثل عبادة الذكر. هذا اللسان عطلناه عن ذكر الله وشغلناه في شهادة الزور، شغلناه في الكذب، شغلناه في قالة السوء، وهكذا ذلك، قافلة طويلة. هذا اللسان عطلناه في عطلنا الجانب المهم منه مع الأسف، ولكن اشتغل في جوانب يعني تعود على صاحبها، والعياذ بالله بالويل والثبور، يوم لا ينفعه قوله يا ويلتاه ومصيبتاه وكرباه إلى غير ذلك.
فالكثير منا يعتقد مع الأسف أن الاستغفار لا يكون إلا بعد ذنب أو تقصير. لا، تدخل في عبادة وبعد الطاعة والعبادة تستغفر الله عز وجل. انظر أي عبادة من العبادات، انظر أي عبادة من يأتي ختامها بالطاعات، كما في سورة البقرة، يعني حينما بيّن الله سبحانه وتعالى أحكام الحج والوقوف بعرفة، فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكرى إلى الآخر، فإذا قضيتم مناسككم يأتي هنا الاستغفار، قضيت الصلاة يأتي الاستغفار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه جل وعلا. دعوة الأنبياء كانت أمر بالاستغفار، تستغفر من أمر عظيم كنت عليه وهو عبادة غير الله جل وعلا. الشرك لا يغفر بالاستغفار، أنت تشرك ثم تقول رب اغفر لي شركي، لا، الشرك لابد أن تنزع، لابد أن تتوب، لابد أن تقلع، لابد أن تعزم. وأنا أنصح الإخوة والأخوات وكل من يسمعني، دعوني من عبارة أعاهد الله عز وجل. كم من أناس قال أعاهد الله أن لا أدخن بعد اليوم، بعد يومين يدخن. طيب أين العهد الذي أعطيت لربك وصرت من نقضة العهود كاليهود؟ نسأل الله السلامة والعافية، هم نقضة العهود كما في القرآن الكريم، وكما شهد أحبارهم بذلك، وكما شهد علماؤهم الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام. لا تقول أنا أعاهد الله عز وجل أن لا أتكلم في مسلم وأن لا أغتاب مسلما، وستغتابه بعد حين إلا من رحم الله عز وجل. والغيبة لا تكون فقط باللسان، حتى يعني في بعض المسائل يعتقد الإنسان أن الكلام في الناس يكون فقط باللسان، يعني حتى بالإشارة، بالإشارة لابد أن تستغفر بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فجعوا أحد الإخوة، أحد الصحابة، غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤذي أحدكم أخاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإذاية تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون أيضا بالعين، يعني أنت خلف ظهرك وأحدهم يشير برأسه ويومئ برأسه أو بعينيه. نعم، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح لما جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مع ابن أبي الصرح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يبايعه، ولكن شفع له عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يمد يده لبيعته، نعم، لمبايعته، لأنه سيعطي بيعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقبض يده عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم بعد ذلك شفع له عثمان، والقصة معروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج ابن أبي الصرح، فقال أليس منكم أو فيكم رجل رشيد يقوم إليه إذ رآني قد قبضت يدي عن بيعته؟ فقال يا رسول الله لو أومأت برأسك أو غير بالعينين ديالك غير بالإشارة. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا خلق. فإحنا الآن كما تنقولوا إحنا بالمغربية كنبيعوا ونشريوا في الواحد مور ظهره غير هكا وغمز بعينيك وصيب هكا، وهذه راه الدين ديالنا جاء ليهذبنا، جاء ليقومنا، لأن الإعوجاج حاصل. لا ينبغي أن نغرر أنفسنا أو أن نرفع أنفسنا عن درجة الخطأ. لسنا بغلاة صوفية الذين يزعمون بأن الخطأ مرفوع عنهم أو بأن الخطأ غير وارد عليهم. العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء وعصاهم الله عز وجل، وخصوصا فيما يتعلق بباب تبليغ الرسالة. أما الخرافات والخزعبلات فهذه لا مكان لها، وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا للأمة هذا الأمر العظيم، ألا وهو الدعوة إلى توحيد رب العالمين. ولا يكفي فقط الدعوة إلى توحيد رب العالمين، لابد من التحذير من المعبودات الباطلة التي انتشرت يعني في سماء البلاد الإسلامية. وهذه مسؤولية الدعاة إلى الله عز وجل ومسؤولية الوزارات القيمة على هذا الباب. وإن كنا لا نعلق آمالا على هذه الوزارات، فكل إنسان سيسأله ربه جل وعلا، وأنت لا يسألك ربك فقط لوحدك. إياك أن تقول أنا الحمد لله بخير
10 على 10 السؤال انا مسؤول امام الله عز وجل، خديتي 5 على 10 8 على 10 مثلا، حنا غير باب التقريب. ومن بعد ستسأل عن زوجتك، ستسأل عن اولادك، ستسأل عن مالك، ستسأل عن شبابك، ستسأل عن فراغك، ستسأل عن صحتك، ستسأل عن النعم التي يعني تحيط بنا، إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، كل هذا ستسأل عنه. وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إياك أن تظن أن السؤال سيتوجه إليك فقط لوحدك، والحديث واضح غاية الوضوح في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول، ومسؤول عن أولادك، ومسؤول عن زوجتك، ومسؤول عن رعيتك. المرأة مسؤولة، العبد مسؤول، الملك مسؤول، الرئيس مسؤول، الإمام مسؤول عن تضييعه للسنة أو عن إقامته للسنة. فلا يجوز تضيع السنن، لا يجوز التفريط في السنن، لا يجوز التهوين والتوهين من السنن. الكثير من الناس يعني في أي باب من الأبواب، وخصوصا الأئمة، الأئمة هؤلاء عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، ولا يظن أن الإمامة هي عبارة عن وظيفة يتقاضى عليها راتبا ويؤدي فقط ما عليه. ينبغي للإمام أن يكون أمينا وناصحا وواعظا ومشفقا وقدوة لغيره وقدوة للناس، حتى لا ينطبق علينا ما قاله ابن عباس لأحد تلامذته لما جاءه، فقال له: يا ابن عباس، أنا أريد أن أكون داعية، أنا أريد أن أكون واعظة. قال: اعرض نفسك على 3 آيات، فإن كنت فافعل. هذه الآيات إن وافقتها ووافقت مدلولاتها فقم بالدعوة إلى الله. اعرض نفسك على الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. فإذا سلمت من هذه الآية فانتقل إلى الأخرى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فإذا سلمت منها فانتقل إلى الأخرى: وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. إن وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وأعرض عن نفسك على حديث أسامة في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه ومصارينه وحشاؤه، فيدور يعني بأمعائه في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار لأنهم يعرفونه، فيقولون: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا هو الصنف الغالب اليوم على الكثير ممن ينتسب إلى الدعوة، زعموا أنهم يحملون هم الدعوة، فإذا بالدعوة تحملهم، وصاروا وبالا ووصمة عار على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أبا ما بقوش نضرب اليمين واليسار، ما بقوش نجاملوا، ما بقوش ندهنوا. دين الله واحد لا يقبل التلون، لا يقبل التلون، دين الله واحد. ونحن بحاجة إلى الأئمة الذين يحبون السنة حب محبة قلبية التي تدل على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنقياد والطاعة والامتثال أمرا ونهيا، حبا وتعظيما. هذا هو الحب القلبي للسنة. أما الحب القولي الجميع يقوله والجميع يدندن حوله. فلهذا نحن بحاجة إلى الاستغفار، بحاجة للاستغفار. فالاستغفار ليس فقط من الذنب، الاستغفار على تقصيرنا في أداء الطاعات. دعوني أقول لكم: تقصيرنا في أداء الواجبات،
وبعضهم يعبر عنها بالفرائض، والأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. إذن فالأصل في الاستغفار أنه مستحب ومندوب، قد يكون واجبا إذا كان بعد فعل معصية كبيرة كانت أو صغيرة. المشكل الآن عندنا نحن معاشر المسلمين أننا لم نعرف أنواع الذنوب، ولا نستطيع أن نفرق بين الكبيرة والصغيرة. واش يقول لك واش هذه سيئة واش هذه خطيئة؟ لأنه لا يعرف ضابط السيئة، ولا يعرف ضابط الإثم، ولا يعرف ضابط الخطيئة، ولا يعرف ضابط الصغيرة، ولا يعرف ضابط الكبيرة. وهذا يؤخذ من 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 العلماء ومن طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل. فزاحم بركبك مجالس العلم، لا المهرجانات ولا الحفلات ولا دور السينما ولا المراقص ولا الخمارات. حتى في زمن كورونا في البلاد الإسلامية كتلقى الصف 200-300 واحد شاد السربيس، تيقول لك مراعي يعني محافظ على مسافة الأمان 1.5 متر ويدخل الخراب إلى جسمه. قال لك وسيدي دير مسافة الأمان ودير الكمامة. نعم دير الكمامة. وإذا تعاقروا كؤوس الخمر تعاطوها وهم جماعة. كذلك ترى هنا في هذه البلاد وفي غيرها الأماكن التي تبيع المخدرات طابور طويل. قلنا لعلهم ينتظرون يعني طلبا قدموه للحصول على وجبة، فإذا بهم يعني من أجل الحصول على قطعة من المخدر من المخدرات. وأنا أقول وأقولها وأكررها، من الأمور التي ساهمت في الفوضى التي حصلت في هولندا هو السماح ببيع المخدرات بجميع أنواعها، لأن الإنسان إذا فقد عقله يهون عليه أن يفعل كل شيء. وما حصل في هولندا وفي غيرها من التخريب العام هو من الإفساد في الأرض الذي نهت عنه جميع الشرائع، اليهود والنصارى والإسلام المسلمون. الإفساد في الأرض، لما كنشوفوا الأنبياء السابقين كشعيب ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الأنبياء السابقين يخاطبون أقوامهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن الأرض أصلحها الله عز وجل وهيأها لأن يعيش البشر عليها، فجاء البشر وأفسد في الأرض مع الأسف، وأفسدوا التوحيد الذي هو عصمتك، وأفسدوا الأخلاق والسلوك. وهذا يدعونا إلى مراجعة أساليب التربية التي يحظى بها الشباب. فإذا أهمل هذا الجانب التربوي ابتداء من الأسرة فالبيت فالمجتمع، فماذا تنتظر بعد ذلك؟ إذا فسدت الفطرة وفسدت البيئة تنتظر شباب فاسدين. فلهذا لابد من إعادة النظر، وأن نضع يدنا على الجرح، وأن نقوم بفحص وبكشف مخبري مجهري، وأن نصف الدواء الذي جاءت به هذه الشريعة، وأن نأخذ بيد من حديد على كل من يريد ترويع الآمنين من جميع البشر من جميع أجناسهم وأديانهم. كل من يريد أن يروع البشر أو أن يدمر الممتلكات العامة، وهذا يدل على العقليات المنحطة. ما علاقة الاحتجاج على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع النهب والسرقة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة؟ فلهذا لا أظن عاقلا لم يتلف عقله قام بهذا العمل، فإما أن يكون بسبب رفقة سيئة وشارك في هذه الأعمال التخريبية التي تصل حد الإجرام. وحاشا لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وعرف منهج الإسلام في الإصلاح أن يشوه صفحة الإسلام البيضاء النقية أن يقوم بمثل هكذا أعمال، إلا إذا حصل التقصير، والتقصير حاصل. وينبغي علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا. المسجد له رسالة
ينبغي على الجميع أن يعلمها، أن المسجد ليس فقط لأداء الصلوات الخمس. إذا كان المسجد فقط للصلوات الخمس فالحمد لله أن الصلاة تصح حتى في الأرض، ولو لم يكن عليها بناء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ومنهم من يضبط المقبرة بالمقبرة والحمام، هنا لا يجوز الصلاة، وتصل عند أهل العلم في الأرض المغصوبة. إذن فصحة الصلاة لا يشترط لها المسجد وبناء المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعطيت ستا لم يعطاهن نبي قبلي، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد له رسالة، رسالة لجميع الفئات العمرية، لكبار السن وللشباب، هذه الفئة العريضة التي نعول عليها ونعلق عليها آمالا كبيرة إذا تربت وتعلمت. ولكن إذا جاء الشباب إلى المسجد ووجدوا التجهم والتهجم، نعم، والغلظة والقسوة والجفاء، فإنه سيولي ظهره المسجد بسبب سلوكنا، بسبب الصفات التي نحملها مع الأسف، ونحن من أبعد الناس عما كان عليه هدي السلف رضوان الله تعالى عليه. فعلينا أن نلين في عركتنا مع الشباب، وأن ننبسط في وجوههم، وأن نخصص مساحة كبيرة من وقتنا لهم، لأنهم جاءوا للتعليم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ أكثر من 50 سنة عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم الشباب ويقيم عندهم ويجلس إليهم ويشاركهم طعامهم وشرابهم ويعلمهم، كما في حديث مالك بن الحويرث، وكانوا 20 من الشباب، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمهم. هل قال أنا نبي لا يصلح أن أعلم الشباب؟ بعث للناس كافة، كبيرهم وصغيرهم، عربهم وعجبهم، أبيضهم وأسودهم. فالمحك عندنا في الإسلام والميزان ليس باللون ولا بالجنس، إنما هو بتقوى الله عز وجل، وليس بضخامة الجسم ولا المال. فعبد الله بن مسعود ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد، ويؤتى بالرجل الضخم السمين كما قال عليه الصلاة والسلام، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الميزان غدا يوم القيامة بالتقوى وبالقلوب لا بالأجسام التي يعتني بها شبابنا اليوم في دور الرياضة. ونحن لا نعارض ممارسة الرياضة، وكم من الوقت نعطي للرياضة، كاين اللي كيمشي في 8 كيخرج في 11، وكاين اللي كيمشي في 9 الليل، وخصوصا الان الصلاة الرياضية ديال 24 ساعة على 7. وإذا جاء إلى المسجد كأنه جالس على جمرة من نار يخشى أن تخرق ثيابه فتخلص إلى جسده. مع الأسف ما علم أن في المسجد وفي تعلم العلم وقاية لك من عذاب الله عز وجل، ووقاية لك من النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالشباب، وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالأطفال الصغار. والآن الإمام أو الداعية يستنكف أن يعلم أطفال المسلمين. سعيد بن جبير كان يعلم أطفال المسلمين، كبار العلماء كانوا يعلمون صغار المسلمين وأولاد الملوك والأمراء يوم كانوا على نهج المستقيم، وكانوا يخافون الله عز وجل. كانوا يدفعون أولادهم للعلماء ليؤدبوهم وليربوهم. نحن من يربي أولادنا اليوم؟ الواتساب والإنستغرام والتيك توك، نعم، وغيرها من سناب شات وكل أنواع الحيل، فكأن هذا الجهاز هو مربينا. فماذا ينتج عن هذا؟ الفراغ، والفراغ قاتل. هذه النفس إذا لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بالمعصية، وإبليس يتربص بكم الدوائر، ولا يريد من أحد منكم أن ينفلت منه، وإن كان جل همه يعني منصب على من؟ على المطيعين وعلى الموحدين.
شغل إبليس لا يريد العصاة، العصاة هو من منهم، هو يريد الموحد، يريد المطيع، يريد المحجبة، يريد الملتزمة، يريد العلاقات الأسرية المبنية على تقوى الله، يسعى لتقويضها وهدمها واجتثاثها من أصولها. ومعاول الهدم ما أكثرها اليوم، وشياطين الإنس ما أكثرهم الذين يعملون على اجتثاث هذه الأصول. ما قيمتنا نحن بلا إيمان؟ ما قيمتنا؟ ما قيمتنا بلا توحيد؟ ما قيمتنا بلا منهج نسير عليه؟ أتحدى كل واحد لم يتوفر على رخصة سياقة أن يقود السيارة بدون رخصة سياقة، ولا يأخذ هذه الرخصة حتى يتقن قوانين السير نظريا وعمليا. كذلك نحن بلا إيمان بلا دين، ما قيمتنا؟ ما قيمة أبي لهب؟ ما قيمة أبي جهل؟ ما قيمة أم جميل؟ ما قيمة ابن جدعان؟ ما قيمة جماعة اختاروا أن يكونوا في خندق معاد لهذا الدين؟ ما قيمتهم؟ هذا هو السؤال المطروح. فاحمد ربك جل وعلا أن بعث فيك نبيا تعرف حسبه ونسبه وأصله وفصله، عاش يتيما لكن عاش كبيرا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم صغار أطفال المسلمين بداية من التحنيك، كما في حديث الزبير، نعم، لما رزقه الله سبحانه وتعالى عبد الله من أسماء أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان أول مولود يولد للمهاجرين وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبطل الله به إشاعة اليهود الذين كانوا يقولون من هاجر من مكة إلى المدينة لن يولد له مولود بعد هجرته، يعني سيقطع نسله. كان الهدف منه أن تبقى المدينة لهم وأن يستأسدوا بالمدينة، فأبطل الله هذه الإشاعة، فكان أول مولود يولد للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ووضعها في فيه، ثم مضغها عليه الصلاة والسلام، فاختر طريقه بالتمرة ثم أعطاها للصبي، فأخذ الصبي يتلمض، يعني هذه يتذوق التمرة ويخرج لسانه تارة وتارة، وهكذا يعمل الصبي، يعني كحال الرضيع هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم ويقول انظروا إلى حب الأنصار للتمر، بمعنى التمر حبيب الأنصار، نعم. والزبير عبد الله بن الزبير ولد يعني في المدينة النبوية وأبطل الله به إشاعة اليهود. وهكذا عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين، وكيف كان يربيهم وكيف كان يعلمهم وكيف كان يرقيهم، ومع أبو عمرو يعني، ومع الغلام الذي رأى يده تطيش في الصحفة، وكذلك مع ابن عباس، نعم، وكذلك مع معاذ، مع ابن عمر، مع مجموعة من الصحابة، والمواقف في هذا كثيرة، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع الصبيان ومع الشباب، وكان يعلمهم. فالمسجد له رسالة عليه أن يؤديها، والمسؤولية لا تقع فقط على عاتق الإمام بقدر ما تقع على اللجان المسيرة للمسجد، وهذه مسؤولية والله أمام الله عز وجل. إياكم أن تظنوا أن المسؤولية لا أقول فقط في المساجد أو خارج فقط في المساجد، بل حتى خارج المساجد، المسؤولية تكليف وليست تشريف، وسيسأل عنها غدا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحرصون على الإمارة وستكون غدا يوم القيامة حسرة وندامة. والله ما يتحسر أهل الجنة على شيء، نعم، كتحصرهم على ساعة لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم، نعم، وما من ساعة تمر على ابن آدم إلا كان يعني إلا لم يستغفر فيها إلا ندم عليها، وهذا حديث صحيح،
معناه. أنا أذكر الآن الحديث من معناه وهو صحيح. أما الحديث ديال يعني ما تحصر أهل الجنة على شيء تحصرهم على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل بهذا اللفظ فهو ضعيف. أما ساعة يعني مرت بك لم تذكر الله فيها ندمت عليها، نعم ستندم عليها لأنك ستعلم قيمة الذكر. فالذكر الأصل فيه الاستحباب، لكن يكون واجبا إذا اقترفت ذنبا، يكون مكروها وأنت تستغفر للميت يعني وأنت تشيع الجنازة، وإنما الاستغفار يكون بعد لحده، كما كان يقول عليه السلام استغفروا لأخيكم الآن فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وفي رواية سألوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل. أما في طريقك يعني مع الميت فهذا الذي كرهه بعض أهل المالكية، وقد يكون الاستغفار محرما إذا كنت تستغفر لكافر، إذا كنت تستغفر لكافر. وإذا قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الآية الأخرى لحليم أواه منيب، هذه في النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها بالأبواء فأذن له، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله وهو يعني يزور قبر أمه، لأنه ماتت بالأبواء حينما كانت في زيارة يعني لبني النجار في المدينة، وفي طريقها ماتت، ثم بعد ذلك انتقلت كفالته إلى عبد المطلب، وبعد وفاة عبد المطلب انتقلت كفالته إلى أبي طالب، وهكذا. وأنتم تعلمون هذه الأمور من سيرة النبي عليه السلام، نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام، ولكن هيأه الله عز وجل لتحمل أعباء هذه الرسالة فأداها، ونشهد على ذلك كما شهد بذلك من عاصره وعاش معه وأخذ منه الوحي غضا طريا، لما قال عليه السلام يعني ما تقولون، قال نشهد أنك قد بلغت، فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل. فلهذا أقول وأكرر أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يفرط في هذا الباب، ولا أن يعطل هذه يعني الجارحة. غريب، إنسان عنده السيارة كيركب كيدير بي إن آر، خصو يعرف الأخبار ديال كورونا والعدد ديال المصابين بكورونا وكل واحد وشنو عنده. دا يعني أنت في هذا يعني في هذه من المسافة من هنا للبيت، جعلها في ذكر الله عز وجل. تركب السيارة ما نقولكش ما تسمعش الخبار، أتسمع الخبار يعني ديال السعودية ديال العشرة، العشرة هي ديال الحداش، الحداش هي ديال الاثناش، كاين بعض الأخبار ديال كل نص ساعة كيدير لك الأخبار، كل نص ساعة كيدير لك الأخبار، والإنسان سائم الأخبار، ولكن الأذكار لا تسأمها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليها أجورا. سبحان الله العظيم، علم الله نفوس البشر أنهم بخلاء، أنهم لا يذكرون إلا بمقابل. الله أكبر، ذكر الله بمقابل غريب. يعني تصور احنا هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا لا نستطيع أن نؤدي شكرها، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، فيعني لولا هاج أحدنا صباح مساء وكل ثانية وهو يذكر ربه جل وعلا، يذكر ربه ويثني عليه، ما أدى شكر نعمه، وإذا ذكرته أعطاك أجورا. لأن النفوس متعودة على أخذ الأجور، النفوس متعودة على أخذ الأجور، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. تذكر ربك جل وعلا. لو نأخذ الحديث فيه كلام عند أهل العلم، حديث ديال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. بعض أهل العلم، والحديث ضعيف، وبعض أهل العلم يعني قالوا هو في باب فضائل الأعمال، نعم، ويجوز العمل بها في باب فضائل الأعمال، وهذه فيها تفصيل عند أهل العلم كما ذكر الإمام السخاوي وغيره.
فتجده يقول كم عدد المسلمين اليوم؟ 1,600,000,000. أنا أستغفر 1,600,000,000 ديال المسلمين، أستغفر 1,600,000,000 ديال المسلمين. إذن له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إذن إذا قلت ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات كم لك من الحسنات؟ مؤمن ومؤمنة يعني 1,600,000,000. فهذا فضل كبير من عند الله تبارك وتعالى. ولكن السؤال، هل 1,600,000,000 كلهم موحدين؟ ها؟ دوز الغربال، دوز الغربال، شحال يبقى لك ديال الموحدين؟ كثير من البلاد الإسلامية الآن فيها زوايا تضاهي المساجد، لأن المساجد لا يذكر فيها إلا الله عز وجل، علما أن بعض المساجد ابتليت يعني بإدخال القبور عليها، بإدخال القبور فيها، وبعض المساجد بنيت على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك كما في حديث عائشة. إذن كم يصفو لك؟ الله أعلم، ونحن نحسن الظن بالناس، لكن 1,600,000,000 زعما كلهم على التوحيد ما كايناش هذه نهائيا، لأن كاين كثير من الناس تكون جالس معاه الآن تقول لك أمولي عبد القادر، كيطيح كيقول لك رسول الله، كتشعل فيه العافية تيقول لك أمولي عبد القادر الجيلاني، واش مولي عبد القادر الجيلاني براند فير غيجي يطفي لك العافية؟ وهذا هو السؤال. واحد كيتجرح بشي كاس ولا مرة كتجرح بموس، سيدي أحمد التيجاني، سيدي أحمد التيجاني هو اش كتقول له؟ هو قسم المستعجلات، هو الإسعاف، ما كاينش تعلق بالله تبارك وتعالى، وهذا مشكل كبير جدا موجود. راه إلا جيت نذكر لكم هذا الفضائح، هذا راه باب كبير جدا، باب الفضائح ديال الصوفية والخرافات ديالهم والخزعبلات ديالهم، وكيسميوهم كرامات، ما كاين لا كرامات لا جوج. نحن نؤمن بالمعجزات ونؤمن بالكرامات، ونؤمن بما قاله العلماء، ما كان معجزة لنبي جزاء أن يكون كرامة لولي، فالمعجزة في حق النبي والكرامة في حق الولي. نعم، ولكن أنت من يمنعك أن تكون وليا؟ الولي حتى خصو يكون عنده الأتباع، وخصو يكون عنده الدواء وذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم الظاهر وبالاسم المضمر. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بالاسم الظاهر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ربه بالاسم المضمر، بجوج، لا الظاهر ولا المضمر. شنو هو الظاهر؟ الله 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 الله، ما كاينش احنا الله ولا تيديروها في الاغاني الشعبيه، في الاغاني الموسيقيه، في الاغاني اللي على ايقاعات الرقص الجماعي مع الاسف، الله 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 الله، وهكذا دوريك. وكذلك لا يجوز ذكر الله عز وجل بالاسم المضمر، هو 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 هو، ما هذا؟ حتى لدرجه ان بعضهم قال هذا من نبيح الكلاب، واستدلوا بحديث الموضوع لا يصح اذكروا الله ولو بنبيح الكلاب. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا اللسان ليكون رطبا بذكر الله، مش باش تنبح. النبيح إنما هو للكلاب والصهير للفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أعطاه، يعني الله سبحانه وتعالى كل واحد أعطاه خاصية في الصوت دياله، فأعطاك الله سبحانه وتعالى هذا اللسان لتعبر به وتذكر جملة مفيدة إنشائية يحسن السكوت عندها، لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء. إذن فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وإن كان هذا الفضل الوارد في هذا الحديث ضعيف، لكن تأسأت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه ويستغفر للمؤمنين كما قال الله عز وجل بأمره له في كتابه الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، زيد، وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. موسى بدأ بنفسه وأخيه، لأنهما كان يمثلان معسكر التوحيد، جوج الناس، ربي اغفر لي ولأخي، ربي اغفر لي ولأخي، والقصة معروفة في سورة الأعراف. إبراهيم لما بنى البيت ماذا قال؟ هو وإسماعيل عليهما السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذن هذا دعاء. كذلك نوح دعا ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي، يعني كما في أواخر سورة إبراهيم. وهكذا فتجد الأنبياء يستغفرون لأنفسهم وللمؤمنين والمؤمنات، مع العلم أن هناك واحد الأدب جميل جدا، وهو أن الإنسان في الدعاء يستحب له أن يبدأ بنفسه،
وأن يقدم نفسه على والديه في الدعاء، وأن يقدم نفسه على المؤمنين في الدعاء. شي واحد يقول لك دعي معايا، قل له اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم ارحمني وارحم أخي، ها هكذا. أي دعاء كما ورد في حديث أبي عند الترمذي بسند صحيح، لما قال أبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، بدأ بنفسه، وهنيئا لكم هذا الفضل. فتبدأ بنفسك وتدعو لغيرك أو لأخيك أو لمن أوصاك، ولك بالمثل، لأن كما ورد في الحديث الصحيح أن الملك يعني ما من أحد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وملك موكل بذلك يقول آمين ولك بمثل. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كنا من أهل الدنيا نتكلم على هذا الموضوع، هذا ديال يعني البداء بالنفس، أن هذا من الأدب ديال الدعاء، ونتكلم إن شاء الله على أمور أخرى متعلقة بهذا الأمر إن شاء الله. الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجنبنا يعني سخطه، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا مغاليق قلوبنا حتى نرى الحق حقا فنتبعه، ونرى الباطل باطلا فنجتنبه. اللهم بارك في هذا الجمع المبارك، اللهم بارك في هذا الجمع المبارك، اللهم بارك في هذا الجمع المبارك وفي الإخوة المتابعين والمتابعات. فأسأل الله لي ولكم الثبات، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يفتح لنا ولكم بابا من أبواب الخير من الأعمال الصالحات يقبضنا الله عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.